ما حكم المبيت في مزدلفة؟ وإذا لم يصل الحاج إليها إلا بعد نصف الليل فهل يصلي على المغرب والعشاء جمعا ولو تأخر؟ وهل يحيي هذه الليلة بعمل معين؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا جاء في أول الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء ويبيت بها، ولا يشرع له أن يحيي هذه الليلة بصلاة أو بذكر أو تلاوة قرآن أو بأدعية، وإنما المستحب له أن ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام هذه الليلة ويقوم آخر الليل ويوتر، يصلي ما تيسر له من آخر الليل ويوتر، ويصلي الفجر مبكرا في أول وقتها، ثم يتفرغ للدعاء في مزدلفة بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس إذا أسفر جدا. هذا هو المشروع، هذا إذا جاءها من أول الليل. أما إن تأخر مجيئه إلى ما بعد منتصف الليل فإنه يصلي في الطريق، يصلي المغرب والعشاء في الطريق، ولا يؤخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل بل يصلي في الطريق. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يبيت بها بقية الليل وما أدرك من الليل ويصلي فيها الفجر كما سبق. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم.